نعم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكان بيرشد أصحاب الأحلام والنهى، يعني النهى أصحاب العقول يعني، وأصحاب الأحلام الناس اللي عندهم الحلم والناس اللي عندهم العلم. يلو الإمام لأنه يصوب الإمام، يصوب الإمام إذا الإمام تهى في الصلاة ولا احتاج لاستدراك في القراءة يصوب الإمام. لكن ده ما معناه إنه ما يجيف ورا الإمام، يعني لو ما جو بدري أولو الأحلام والنهى يخلوا المحلة دي فاضية، لا لا لا. ده فيه دلالة على إنه دائما أولو الأحلام والنهى يبادروا يجوا قدام، يعني يجوا الصلاة بدري عشان يجيفوا ورا الإمام يصوبوا. لكن نفهموا على غلط، يقول لك ليليني أولو الأحلام والنهى معناه وقفوا الشفع ورا. الشفع ده ممكن يكونوا هون أولو الأحلام والنهى ذاتهم. أنت ما بتلقى واقف في الصف الأول وتجاني، تلقى في الصف الأول واقف لك وراك وتجاني، عقيدته خربانة وقرآن ما حافظه وصلاة ما بيعرفها. يا أخي مرة واحد واقف جنبي، خليك من ده كله، واحد واقف في الصلاة الإمام بيصلي وزول كبير شايف الإمام بيصلي، أخطأ في آية صلحوه، رجع جاب الآية تاني أخطأ فيها، الواقف جنبي قال لي قال له كده صلاة جنازة في رمضان ده، هسه رمضان ده صلاة جنازة، أنا وقفت في الصف الطرف هناك، واقفين جنبي كم نفر بيجاي، بدوا صلاة الجنازة دول كبير أكبر مني بكثير، كبير دول شايف، أول ما بدوا صلاة الله أكبر صلاة الجنازة بتقرأ الفاتحة في الأول، بتكبر تاني بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بتكبر الثالثة بتدعو للميت، بتكبر الرابعة بتسلم، دي صلاة الجنازة. أتخيل معي بالله ده عمل شنو وأنا سامعه، الله أكبر يا حليلة زي ده، هسه ذلوا الأحلام والنهى ده هسه كان وقف وراك يصلح يا حليله، قال بس عليك الله شوف نوعيه زيد ما تعلم ده مين ما قام علموا الدين شنو ده، دي التربيه الصوفيه، علموا الدين شلت الابريق للشيخ وكده وجي شلت البركه والزياره ودفعت البياض خلاص انت مدين حوار، ما تعلم دين